بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي أهلا بكم. من تيسير الله عز وجل لعباده الصالحين أن الملائكة تتنزل عليهم في مواطن كثيرة، تلهمهم الخير وتبشرهم بحسن العواقب، ومنها عند الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذات يوم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهنا سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا الكلام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ لما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا الكلام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبت وقالت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. وهنا تلمس أمنا عائشة رضي الله عنها حقيقة النفس البشرية، وكيف أنها لا تحب الموت وتقبل على الحياة، وكيف يحب الإنسان الموت وقد سماه القرآن مصيبة، فقال: فأصابتكم مصيبة الموت. يا رسول الله، هل المقصود من قولك من أحب لقاء الله أحبه الله، هل المقصود يعني من أحب الموت أحبه الله ومن كره الموت كرهه الله؟ بما أننا جميعا نكره الموت، فمعنى ذلك أن الله يكرهنا جميعا؟ هل هذا صحيح يا رسول الله؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح مقصوده من حديثه: يا عائشة، إن الإنسان المسلم إذا كان على فراش الموت حين يشخص بصره ويحشرج صدره، ساعتها تكشف عنه الحجب فيرى ما لا يراه الناس، ساعتها يطلع على ما وراء الطبيعة، فبإمكانه أن يرى أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يعذبون، يصير بصره حديدا كما أخبر القرآن الكريم بذلك. وساعتها المسلم المؤمن الموحد يرى النعيم بعينيه، والكافر يرى أهل النار في النار يعذبون. وساعتها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وهنا يرى أهل النعيم مأواهم في الجنة، فيحبون سرعة لقاء الله، فيحب الله لقاءهم. وأما أهل الشقاوة والمعصية فإنهم لما رأوه من جحيم ومناظر بشعة يكرهون لقاء الله، يقول: لا نريد أن نلقى الله. وساعتها يكره الله عز وجل لقاءهم. وعندئذ تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عائشة، ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نسأل الله عز وجل لنا جميعا الجنان، ونعوذ به سبحانه وتعالى من النيران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.